السلام عليكم، مش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وفي احسن الاحوال يا ربي. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم كريمه كاتيا للمواضيع المختلفه. الا كنتي انت او انت اول مره كتشاهد القناه ديالي، مرحبا بك. اشترك في القناه وفعل زر الجرس باش يبقى يوصلك اي جديد. الفنان محمد شوبي من بعد ما انتشرت صوره ديالو كالنار في الهشيم واللي لقات واحد التفاعل كبير والناس كتدعم معاه بالشفاء العاجل، انشر واحد التدوينه اللي قال فيها وقرر انه من خلالها يجاوب مروجي الاشاعه بالوفاه ديالو. مروجو اشاعه وفاتي والمتنبئون بدخولي للنار، مرضى نفسيون يفتقرون للتربيه. وانشر كذلك: الحمد لله على نعمه الموت بعد تشفي المسلمين الصالحين الورعين اصحاب ابواب الجنه والنار، انتقلت عبر تعليقاتهم وتشفيهم الى جوار ربي، وهم الان ينتظرون أي درك من النار سيصلاني رب المنتقم، إن لله وإن إليه راجعون. للعلم متتبعي هذه الصفحة فصاحبها مات ودفن، لا حول ولا قوة إلا بالله. السيد غير مريض والناس كيلوحوا عليه بأنه مات، فكيخلعوا العائلة ديالو الصغيرة والكبيرة، فحرام نشوفوا بحال هاد الناس اللي كيديروا بحال هاد الفعيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هادو هما اللي كنطبق عليهم المثال اللي كيقول يرقصون على جراح الناس.